مع دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى الوكالة الإغاثية الدولية التي أحيط دورها في اليمن بالكثير من الشكوك والاتهامات. مراقبون تحدثوا عن تورط هذه المنظمات في التربح باسم اليمن بأرقام كبيرة جمعت للأعمال الإغاثية، ولكن لم يصل إلى المتضررين من الحرب إلا النزر اليسير منها، وبقيت حالة عدم الاكتراث بالأولويات الإغاثية على حالها، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا من الحرب التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين، وعلى رأسها محافظة تعز وعدد من مديريات محافظة الحديدة. مؤشرات الساعات الأولى من زمن الهدنة تبرهن على عدم احترام الميليشيا للهدنة، وهذا قد يعقد من أي نشاط إغاثي مرتقب، لكن ذلك لا يمنع المنظمات الدولية من التحدث بشجاعة عن الطرف الذي لا يحترم هذه الهدنة، وإن كان هذا مستبعدا من منظمات نأت بنفسها طيلة الفترة الماضية عن معاناة المناطق المنكوبة من الحرب وانشغلت أكثر بمؤتمرات جني المساعدات باسم معاناة تلك المناطق. ومن بين ادعاءات كثيرة بتقديم دعم للمتضررين من الحرب، لم يجد اليمنيون سوى مركز الملك سلمان والهلال الإماراتي وجمعيات قطرية وكويتية تغطي مساحة كبيرة من احتياجاتهم الضرورية، تاركة وراءها مساحة كافية للتصريحات الفارغة من المضمون التي تطلقها الوكالات التابعة للأمم المتحدة من صنعاء أو من وراء الحدود، والمشحونة بعبارات القلق على الملايين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الغذاء وأولئك المهددون بالموت جوعاً.